اخوتي اخواتي تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. بما اننا جالسين لا خدمه لا ردمه لا والو، اجي نوريكم واحد السلطه كنديرها مور لونطريمون، كتعجبني بزاف وكنتمنى من الله تعجبكم حتى نتوما. هذه السلطه. يلا اخوتي دابا غادي نبداو في السلطه ديالنا، ماشي شي حاجه اللي واعره، الحمد لله الخير موجود. غادي نحتاجوا فيها شويه ديال الفريز وتفاحه وبنانة ولتشينا بركانيه تبارك الله. شوفوا غادي نقطعوهم، غادي نبداو باللتشين هو الاول. ها انتم تشوفوا تقطيعه واعره، ها غادي نستفوا هذا الشيء هنايا. ها انتم تشوفوا ناخذوا هذه البنانه بحال هذا الشكل، نحاولوا نديروا شي تقطيعه زوينه. احنا جالسين في الدار علاش ما نديروا شي حاجه زوينه ناكلوها. ها انتم تشوفوا نحاولوا نتفننوا شويه في الديكور ديالنا. ها انتم تشوفوا ندوزوا الفريز، نحاولوا نقطعوه هكذا باش شي حاجه زعما اللي واعره. ها انتم تشوفوا مرحبا بكم. هاد السلطة هادي كنديرها دائما، كتعجبني بزاف من مور لونطريمو. شوفوا هاد الفريز هذا شريتو متحطاها هو البنان، ثمن مناسب. فريز كيدير 5 دراهم والبنان كيدير 160، انا حسبوا لي 140، ما عرفتش واش كيعرفني ولا ما نعرف، بالك انا عييت في الاول 160 من وقفت عليه قال لي انت دير غير 140. البرتقال اللي غالي شويه، نافيل غالي، يدير 160. هانتوما تشوفوا ندوزو دوك التفاحة. دابا كملنا السلطه ديالنا. هانتوما تشوفوا مرحبا بكم، هذه هي السلطه ديالي اللي كناكلها دائما مور لونطريمو. نتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وبارطاجيو هذه الفكره هذه اللي بسيطه. والسلام عليكم.